Nomor peserta Teki 439 akan membacakan surah Qaf ayat 16 dan seterusnya pada halaman 519. Untuk bersiap-siap, peserta dengan nomor Teki 440. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من ناعل للخير معتد مريب قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد
Sadaqallah.